عشان نقبل الإضافة بنفتح الأكاونت بتاع الحساب اللي احنا بعتناه للإضافة بالشكل ده، ويبقى هو واقف على الماسنجر باي ديفولت. هننزل تحت نلاقي كونتاكتس عليها علامة نوتيفيكيشن رقم 1، ده معناه ان في كونتاكت جديد. هنضغط عليها وهنلاقي نيو كونتاكتس هنا قدامهم رقم 1، او بصفة عامة هنلاقي طلبات الإضافة في نيو كونتاكتس، تمام. وهنلاقي في العميل او الايميل الاخر او الحساب الاخر اللي طلب الإضافة، وهنقول له accept، تمام. بيتعمل له accepted كده، بيبتدي يظهر عندي اهو في الماسنجر ان هو الحساب الجديد، تمام اهو. وممكن كمان اقدر اتصل بيه دلوقتي. بيسألني على صلاحية الميكروفون والفلوتنج، أنا بوافق وكونفيرم. الحاجات دي كلها بتظهر بس لأول مرة. كده بيبقى خلاص أنا جاهز للتواصل مع الحساب اللي أنا أضفته.